نور من سوريا، حديثنا في هذه الحلقة عن هذا الموضوع. أهلا أعزائي المشاهدين، أنا بدعوكم تشاهدوا هذه الحلقة بث مباشر، ورح نشوف فيها عدة أمور. نشوف أهمية سوريا في الكتاب المقدس، ومن ناحية بنتكلم شوي عن الماضي، أقصد يعني السنوات اللي مضت، وطبعا عن الحاضر والمستقبل، كيف الله بينظر لهذا البلد الجميل. وبصلي من كل قلبي أنه هذه الحلقة تكون بركة لحياتك، وهذه الحلقة تكون شيء يعني تختبر من الرب أنه هو صالح وله الكلمة الأخيرة، وأنه له السيادة والسلطان المطلق الكامل على حياة الناس، وأنه التاريخ كله يسير بخطة محكمة منسجمة لمنفعة الإنسان طبعا، لكن الله لابد أن يحقق هدفه. نور من سوريا، ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. أهلا أعزائي المشاهدين، هذه الحلقة مخصصة لسوريا. كثير من المشاهدين بيعرفوا أن أنا إلي فترة في السنوات الأخيرة، حوالي آخر 5 أو 6 سنوات، عم بسافر إلى سوريا، والرب بصراحة فتح الأبواب وعطانا نعمة في عينين الجميع، وفعلا كان الشعب والحكومة كله كانوا جدا لطفة معي، والأبواب كلها كانت مفتوحة، والتوقيت كان مهم جدا. احنا بنعرف انه احيانا الله بيسمح انه يهز الامم، لانه التاريخ عم بيصير بخطة إلهية، لكن من ناحية تانية الله بهم الانسان ذات قيمة عظيمة جدا، ولانه ذات قيمة عظيمة جدا الله بيهتم في احتياجات الانسان، وبيهتم بخلاص الإنسان، وبيهتم بأبدية الإنسان. وهذا ما شاهدناه في سوريا، شفنا مئات بل آلاف من النفوس اللي رجعت للرب يسوع المسيح، كانت بتعرف يمكن معلومات عنه، لكن صممت وقررت أنه تتبع يسوع المسيح وتعيش من أجل يسوع المسيح. رح يكون عندنا كذا فقرة في هذه الحلقة، لكن برضو يسرني في هذه الحلقة أن أستضيف الإعلامية السورية معروفة للجميع، الأخت ميساء سلوم، رح تكون معي على الهاتف، وبرضو رح نسمع من يعني منها مباشرة شو اللي عم بيصير في سوريا. أخت ميساء، أهلا وسهلا فيك على الهواء. مساء الخير سيس نزار، ومساء الخير كمان لكل مشاهدين قناة الحياة، يعطيكم العافية. شكرا جزيلا، مساء الأنوار أخت ميسا. أول شيء أنا بحب أشكر الرب من أجلك، أنت فعلا بطلة خلال كل فترة الحرب، الرب استخدمك، ولا سيما في كتير من البلدان اللي تهدمت كنت بتسافري وكنت بتروحي إلى الأماكن المهدمة، وكنت بتساعدي المساعدات الإنسانية. ربنا يباركك وربنا يكافئك، وإحنا فعلا نشكر رب من أجلك. أخت ميسا، إذا أمكن تعطينا هيك ولو خلفية عن الأحداث اللي كانت في الماضي، أكيد الناس شافوا الجروح والألام، لكن تحطينا بالصورة شو اللي حدث، وبالتحديد من خلال سفراتنا لما كنا نروح من مكان إلى مكان في فترة الحرب. سيد نزار، أول شيء بتشكرك على تشجيعك لإلي ولمحبتك، وما بنسى أنه كمان وقفتك والبطلة كمان معنا بهالأزمة،
وجودك كمان كان بلسم لنا من خلال وجودك معنا على أرض الواقع، وجودك معنا بأرض المعركة. يعني نحن شركاء خدمة كنا خلال السنوات الأخيرة من الأزمة في سوريا، الحرب في سوريا. بدون أدنى شك العالم كله شاف المأساة، فعلا خليني نسميها مأساة، يعني بكل معنى الكلمة، المأساة السورية اللي تهدم فيها البشر والحجر وتهدم الإنسان. يعني أنتوا سمعتوا الويلات وشفتوا البناء اللي بتهدم والإنسان اللي بيموت. يعني فعلا بس هيدا الشيء يمكن وسائل الإعلام نقلته، ما رح أقول إلا بشيء قليل من الواقع اللي نحن عايشناه. السيسة نزار، نحن كنا موجودين هون، ما غادرنا البلد، ما غادرنا سوريا، مجموعة كثير كبيرة. نحن صلينا من بداية الحرب وشفنا الحرب عم تتطور، شفنا أصوات البكاء وشفنا الدماء، صلينا وقلنا له يا رب أنت أوجدتنا بهيدا البلد لهيدا الوقت. فصلينا وقلنا له يا رب نحن قادرين نسافر، يعني فينا نسافر. طبعا نحن ما منلوم الناس اللي سافرت، كل واحد في له ظروفه، لكن نحن كمجموعة صلينا وقلنا له يا رب نحن طالبين منك انه نحن تحمينا وترعانا ونبقى بهيدا البلد، نبقى بوسط هاي الظلمه اللي هلا عم تعيشها سوريا، وسط هيدا الحرب، ليكون فعلا نور مثل ما انت قلت انه انتم نور العالم. النور ما بيظهر الا بالظلمه، وهلا نحن عايشين الظلمه، فساعدنا حتى فعلا نقدر نتحمل، نقدر نصبر، تكون معنا بكل الاوقات هيدا الصعبه. وهلا اللي صار يا سيف نزار، اخت ميسا، وانت عم تتكلمي الكاميرا عم نحط على الصورة مناظر من الرقة. يمكن هاي كانت مش الرحلة الأخيرة، لكن احنا شفنا عدة بلدان وتهدمت، لكن اللي شفتوا عمليا وانتوا طبعا والفريق اللي كنا مع بعض، شفنا دمار من كل ناحية، شفنا عمارات عالية جدا فلات على الأرض، وما زالت المناظر طبعا في مدينة الرقة. الرقة اللي هي كانت عاصمة الدول الإسلامية، يعني داعش في أرض العراق وسوريا. ورحنا كمان يعني شفنا بعض الأماكن اللي احنا صلينا أنه الله يكسر اللعنة من هذه المنطقة، يعني في دوار النعيم وفي دوار وين كانوا بيبيعوا سوق النخاسة، فأنا مش متذكر، أنا شايف دوار بس مش متذكر بالضبط إيه اللي صار في هذا الدوار. تفضلي. أنا عم تابع معك سيس نزار على شاشة التلفزيون هلا. أوكي، عم بتشوفي كتير حلو. عم بتفرج، عم شوف معك. فعلا مدينة الرقة هي المدينة المنكوبة، يعني نحن رحنا وشفناها على أرض الواقع، وشفنا مو بس الدمار، دمار الجدران او الحيطان او المباني، شفنا الدمار البشري. يعني فينا نقول مدينه كانت خاليه من اي روح، من اي نفس. يعني انا بتذكر انه وقت اللي دخلنا ونحن يعني نشكر رب قدرنا ندخل هيدي المدينه، واول ناس نحن دخلناها بعد ما دوله داعش خلينا نسميها طلعت من هيدي المدينه، لانه لدرجه انه نحن كنا عم نشوف الجثث ما زالت في الارض. كان منظر كثير صعب، مشهد الانسان لوين وصل نفسه، يعني لوين وصل حاله انه يكون بهالطريقه، انه يكون مرمي بالارض بهالطريقه البشعه، يعني الفظيعه. دخلنا نحن هيدي المدينه، وفعلا مدينه، لان عم تابع معك على شاشه التلفزيون، ما عاد اسمها مدينه، يعني هيدي مدينه انقاذ. لكن نحن بنشكر الرب انه قدرنا ندخل هيدي المدينه، وفعلا دخلنا لحتى نصلي في ساحه النعيم اللي هن سميت فيما بعد ساحه الموت. انا ما بنسى المشهد يا اسيس وقت اللي دخلت داعش على الرقه، كيف يعني قطعوا روس وعلقوها بهيدي الساحه. ايوه، فبشكر الرب انه نحن قدرنا نروح على هيدي الساحه بالذات ونرفع صلوات مع حضرتك. صلوات كانت فعلا مؤثره كثير، لدرجة أنا كنت عم بحس إنه هيدا الصلوات والآيات من الإنجيل اللي كنا عم نقولها كانت عم تطرد الأرواح الشريرة، كانت موجودة بهالمدينة. وقت رحنا على سوق النخاسة، مكان بيع الستات اللي يبيعوا سيدات هنيك، كمان أطلقنا صلوات وصراخ إلى الله حتى الرب يعيد حرية المرأة، ترجع كرامة المرأة، قيمة المرأة مثل ما الله بيريدها. بحب خبر المشاهدين، يمكن هيدا الخبر لسه ما خبرناه عبر وسائل الإعلام، إنه بعد ما نحن طلعنا من المدينة
بحوالي شهر بتذكر قسيس اجاك اتصال من شخص مسؤول هنيك، وجاني نعم. اتصال انه نطلع نشارك باحتفالات عيد الميلاد بمدينه الرقه. فنحن تفاجئنا انه كيف بدنا نطلع والمدينه يعني ما فيها كنيسه اصلا، كنيسه مهدومه وما فيها روح يعني. لكن تفاجئنا بانه فعلا المسيحيين بكل المناطق اللي موجودين هنيك اللي تهجروا خارج الرقه اجوا عملوا صلاه عيد الميلاد، رفعوا الصليب بالكنيسة وحطوا آيات من الإنجيل تعبر عن الميلاد، ودخل بابا نويل ووزع هدايا على الناس الموجودين هناك، وكانت فرحة حلوة. فكانت حقيقة يعني أنا من جهتي كثير فرحت، لأنه حسيت أنه الثمار فورا الرب عم يقرينا إياها أنه صلواتكم ما راحت. واليوم بشكر الرب كمان أنه عم بيقولوا أنه مدينة الرقة بدها ترجع تنبنى من أول وجديد، والناس بدها ترجع لبيوتها. فهيدي أخبار حلوة وأخبار سارة، وحسيت يعني انه فعلا وجودنا وصلواتك قسيس المشجعه للجنود اللي كانوا موجودين هنيك كمان، انك صليت لهم وصليت للمدينه، انه الرب تغري ارجانا الثمار الحلوه بهالمنطقه. ربنا يباركك اخت ميسا. عاوز اضيف بس اضافه انه خلال زيارتنا لمدينه الرقه، طبعا احنا زرنا مدن كثيره، زرنا حلب، حمص، وكل الضواحي، دمشق، ومناطق عديده المدمره، لكن اللي شفته في الرقه طبعا كان شيء غريب وفي نفس الوقت مريع، ولا سيما الجثث. اذا بتتذكري انا رحت مع الجنود للشوارع الجانبيه، والبلد كلها مفخخه كانت، وتشوف في الجثث. فأنا قعدت أفكر أقول يا رب يعني ولو هيك حياة الإنسان، طب شو قيمة الإنسان؟ يعني كل شباب هاي اللي ميتة وعم بت الريحة طالعة. بتذكر أنا كنت ماشي وحاطت حتى يعني إيدي على منخاري أغطي، لأن أسبوعين بصراحة ريحة الأموات كانت في مناخيري. فقعدت أتساءل طب شو هي قيمة الإنسان؟ هل الإنسان مخلوق لهذا الشيء؟ ولا أنه يتمتع بالحرية ويتمتع بالخلاص ويتمتع بالرخاء ويتمتع بالبركة ويعيش، يعيش بسلام ويعيش بطمأنينة وأنه يزدهر؟ يعني أنا لا أرى أنه إذا الدين برجع الإنسان للعصر الحجري أو برجع الإنسان لعصور مظلمة بيكون دين فيه استنارة. فاللي أنا شفته بصراحة، طبعا أنا بتكلم كشخص أجا من الخارج، وأنا كمان يعني أنا يعني حاسس مغمور إنه الكل كان متعاون معنا. وإذا بتتذكر إنه رفضوا يدخلوا القنوات المعروفة عالميا، ولما بضحك مع رئيس الجيش بقول طب إذا هاي الناس اللي عندها واسطة كبيرة كبيرة ما دخلتش، معناته احنا كيف رح ندخل؟ قال لي لا، انت رح تدخلوا ورح نبعت معاكو اسكورت. يعني فعلا بعتوا حماية وحراسة وناس خبراء بالمتفجرات حتى يحمونا. يعني عم بشوف من ناحية تانية بركة الرب من خلال دخولنا انه بيسخر الامور حتى تكون نكون بركة. يعني انا بطلع على المنظر بتذكر بس ما يقربوا، يعني كان في جثث كتير، وأنا طلبت أنه نلغي يعني أو أن ما نضيف المناظر الجثث. بتهيألي يمكن هاي هي هذا المكان هو دوار النعيم، المكان اللي علقوا الرؤوس على الحديد الحاد، يمكن شايفينه. نعم. اتفضل أخت ميسا. للأسف للأسف يعني حقيقة هن ما خلوا أي قناة تدخل، نحن سمحوا لنا، لأنه المدينة لا تحتاج إلى أي شيء. يعني إذا صورنا ونقلنا وبعتنا وما كان في صلوات تطرد هيدا الروح المضادة، شو الفائدة من أنه نحن نصور ولا نرسل لمحطات ولا نقول أنه المدينة مدمرة؟ مشان هيك نحن كانت واسطتنا يسوع، نشكر الرب إنه قدرنا ندخل ونصلي فعلا لحتى نكون نور، نور حقيقي بوسط هيدي المدينة المنكوبة. ومثل ما حكيت قبل شوي شفنا النتائج، إنه كان في احتفال عيد الميلاد بعد شهر بالكنيسة المهدومة، وارتفع الصليب ودقت أجراس الكنائس في المدينة. ونشكر رب اليوم بلشت الناس ترمم بيوتها وبدها ترجع على المدينة
فنحن من نطلب سيس نزار من كل المشاهدين يظلوا مستمرين بالصلاة من أجل مدينة الرقة ومن أجل سوريا بشكل عام. أخت ميسة، احنا راح نحط الإعلان اللي الحدث اللي راح يتم، بس قبل ما أحط الإعلان ممكن تشاركي جمهورنا عن شو راح يكون في أول أسبوع من شهر آب أغسطس، إذا ممكن يعني تحكي للجمهور. بدون أدنى شك يا سيس أنه سوريا عاشت حوالي 8 سنوات، ما زالت يعني طبعا، لكن نشكر رب أنه الحرب انحسرت والنور بلش يظهر بهيدا البلد بسبب صلوات المؤمنين وبسبب الكنيسة اللي موجودة في سوريا والكنيسة في العالم اللي صلت بلجاجة من أجل سوريا، وشفنا اليوم النتائج أنه بلشت سوريا تعلن سلام فيها. هيدا الشيء أسيس أكيد رح يقودنا، لأنه نحن نعمل خدمات تكون واضحة للجميع، نعمل حفلات تسبيح، حفلات ترميم، نقيم صلوات مشتركة مع كل الطوائف مع كل الكنائس، حتى نقول للناس أنه الكنيسة هي وحدة مثل ما أراد الرب يسوع أن نكون وحدة. واليوم فعلا هذا الشيء نحن بلشنا فيه والكنيسة بلشت فيه بشكل عام، أنه تتكاتف وفهمت الكنيسة أنه لا يمكن طرد الأرواح الشريرة من هالبلد إلا بالصلوات وبالوحدة. وحدة الكنيسة كثير مهمة، وصلينا وكنت حضرتك موجود أنت كمان بعيد الميلاد السنة الماضية وكان في حفل للأطفال برعاية الكنيسة الأرثوذكسية بمنطقة وادي النصارى، وكان حفل نشكر رب كمان ثماره كانت حلوة، أدى لأنه نحن نصلي ونقول يا رب نحن حابين نعمل شيء بهالمنطقة اللي هي كمان فعلا تعرضت للقذائف بشكل مكثف. وحضرتك كنت معنا المرة الماضية وطلعنا على قلعة الحصن، القلعة اللي بتطل تشرف على منطقة وادي النصارى بمحافظة حمص، وشفنا يعني كمية الدمار الهائل اللي تعرضت إلى المنطقة. لكن كمان صلينا وقلنا له حابين يا رب نحن فعلا نجدك بهيدي المنطقة، والرب سمع صلواتنا، فكان بالاتفاق مع مطرانية الروم الأرثوذكس بمنطقة الوادي انه نحن نعمل مهرجان فعلا يضم اكبر عدد ممكن من السوريين، وسميناه مهرجان الملك لانه وحده فعلا هو الملك اللي بيستحق انه نحن نملكه على بلادنا ونملكه على حياتنا. فنشكر الرب كان في اتفاق كثير حلو بيننا وبين الكنيسه الارثوذكسيه، وتحت رعايتها حيكون هيدا الاحتفال بمنطقه وادي النصارى بمدينه الناصره بملعب ساد لكره القدم بسعه شي 5000 شخص، وحيكون حفل ترميم رائع، حيكون في مشاركة من حضرتك مباركة كمان، الناس ناطرينك، ناطرين المرنم زياد شحادة، في فريق كمان كورال الكنيسة الأرثوذكسية في منطقة الوادي، كورال سيدة الوادي كبار وصغار عددهم شي 160 شخص، أصواتهم بتمجد الرب فعلا يعني وترانيمهم بتمجد الرب. كمان حيشاركونا وحيكون في مسرحيتين، مسرحية عن القيامة ومسرحية بتحكي حكاية البلد وأنه البلد محتاجة فقط للمخلص. في عنا كمان مشاركة من لبنان، حيكون معنا أحبة من كنيسة بلبنان المرنم بطرس وهبي، ويعني حيكون في عدد كبير، هلأ عم حاول أتذكر مين حيكون معنا، لكن بعتقد حيكون المهرجان، وبعتقد متأكدة باسم يسوع أن المهرجان حيمجد إلهنا العظيم ويملكه على هذيك المنطقة ويملكوا على بلادنا بشكل عام ويملكوا على القلوب اللي حتكون موجودة وحتسمع هيدا الحفل. وبقول لك أسيس يعني هي رؤية بالأخير، يعني بدون رؤية ما رح تزبط أي حفل أو أي مهرجان أو أي تسبيح أو أي ترميم، لكن هي رؤية إنه فعلا نحن نقدر بهيدا المنطقة فعلا إنه نجد إلهنا والناس تسمع أصوات الحمد والتسبيح لهيدا الإله. أكيد أكيد أخت ميساء، ابقي معنا راح نحط الإعلان، بس قبل ما أحط الإعلان لأنه في شخص على التلفون مش عاوز أخليك تستنى كتير، أخذ مكالمة من زكريا من المغرب. أهلا وسهلا أخ زكريا، أنت معنا على الهواء، تفضل. سلام ونعمة أخ نزار. سلام ونعمة أخي المحبوب، أهلا وسهلا. شكرا على برنامج أصحاب دينيات النور، وكان النور على سوريا بفضل حياتك، إن شاء الله تتحقق الرب.
شكرا لك حبيبي، ربنا يباركك. صارت سوريا نور وصار الظلام داعي. الحياة لي بشار الأسد حفظه الله، وتحياتي ومحبتي لرئيس سوريا الأليمة بشار الأسد حفظه الله يحفظه لسوريا. شكرا على دعوتك، شكرا. الظلام الدامي نحن نحب بشار الأسد، نحب بشار الأسد الذي يحمي حرية يعطي سوريا ويبرز كما يشرق الصدر في الصليب ويشرق الشمس فوق سوريا لتحيا سوريا بشار الأسد. أخ زكريا الصوت شوي عم بروح، إذا ممكن تعلي صوتك أكثر وتوضح. أيوة، نحن نوع العابرين حيث بالتحيات من الخالص إلى بشار الأسد، تحيا حياة بشار الأسد سوريا. شكرا جزيلا. بتحية سورية سورية أخي زكريا، لأن الصوت مش كتير واضح أخ زكريا، بس أنا وصلت الرسالة. عاوز أنت عم بتحيي وعم بتبارك، وإحنا بدورنا كمان بنطلب منك ومن كل الإخوة في والأخوات في المغرب أنه ترفعونا في صلواتكم، تصلوا من أجل هذه الرحلة. إحنا غرضنا أنه ربنا يتمجد ونكون أداة سلام ومحبة وفرح للناس اللي فعلا البلد اتجرح جدا، لكن إحنا نثق في يسوع الطبيب الشافي اللي هو يستطيع أن يعصب كل الجروح وأن يشفي كل الكسور. ربنا يباركك أخوي زكريا. وحبيت أقول شيء مهم كمان لأخوي زكريا والإخوة أحبائنا في شمال أفريقيا، إحنا بشكل مستمر منصلي من أجلكم. الرب يحميكم والرب يبارككم، وإنتوا كمان تكونوا نور من المغرب، نور من الجزائر، نور من تونس، نور من موريتانيا، ونور من كل الشرق وشمال أفريقيا. ربنا يباركك أخوي زكريا. ابقوا معي حتى نشاهد هذا الإعلان عن الاحتفال في سوريا. لأول مرة في سوريا، مهرجان الملك. هذا المخلص الوحيد الذي يخلصنا من خطايانا، عندما نتقدم إليه ونقول له يا رب بسلمك حياتي، سامحني وأطلب منك أن أكون ابن لك، عندها سأسمع نداء نعم أنت ابني. يا مالك الملوك، يا سيد الأسياد، بنحتفل بفدينا الحي من الأموات. يا مسيحنا، يا يسوع إلهنا حي، يا ملكنا، يا إلهنا ما لك زي. لما أجا يسوع المسيح كسر كل الحواجز، ما عادش في تمييز بين ديان وديانة، بين خلفية وخلفية، بين عرق وعرق، بين رجل أو بين امرأة. جاء المسيح لكل البشر. مهرجان الملك وحكاية بلد. جبلنا جبلنا الرب الإله، بإيده جبلنا وبدم ابنه يسوع كل الخلاص جبلنا. يا 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 جبلنا. مهرجان الملك ومفاجآت أخرى. سوريا
مهما طال عليها الانصاب. مهرجان الملك. يلا نحيي يسوع الملك ونسقف بإيدينا، تنفرح قلوبنا دايما ونسيج حوالينا. كونوا معنا في وادي النصارى الجمعة 9 آب أغسطس الساعة 6 مساء في ملعب الناصرة. الدعوة عامة. إذا بعدك معي أخت ميسة، أنا عم ببتسم، انبسطت كتير على الصوت، بتذكر صوت الولد اللي غنى لسوريا، فعلا عنده مستقبل وصوت جميل، تتذكري لهذا الولد؟ طبعا انبسطنا كتير فيه وصلينا له أنه فعلا صوته يبقى يمجد الرب بس يكبر ويستمر بهالشيء الحلو اللي قدمه بعيد الميلاد السنة الماضية. طبعا احنا حطينا الإعلان أخت ميسة على الهوى، وطبعا أكيد في ناس بتحب تزور، احنا عارفين في ناس راح يجوا من لبنان، راح يكون البعض من مصر، وبس الأكثرية راح يكون من سوريا، من كل سوريا بتهيأ اللي راح يجوا من كل المحافظات، لأنه المنطقة وادي النصارى منطقة جميلة سياحية، وعادة بيكون فيها ناس كتير بهذا الموسم في شهر 8. صحيح، وفي ناس كمان حيجوا من الأردن وكل المغتربين السوريين اللي عايشين برا. حقيقة يعني بعد ما حطينا الإعلان وحطيته على الفيسبوك، أنا بعتولي على الماسنجر إنه هن جايين من السويد، جايين من أمريكا، جايين من كندا، كل المغتربين السوريين حيكونوا بهذا الوقت موجودين وحيحضروا المهرجان بنعمة الرب. طبعا احنا بنطلب من كل المشاهدين كمان يرفعونا بالصلاة يا أخت ميسة، لأنه فعلا آمين. الغرض مش الجمعة أو الاحتفال، الغرض هو أنه نمجد الرب في حياتنا، ألا تتفق معي؟ آمين. طبعا أكيد نحن معنا أي هدف ثاني غير أنه فعلا الناس تفتح قلبها وتعرف أنه هيدا الإله هو الملك، هو السيد، يتسيد على حياته، يتسيد على البلد، يتسيد على العائلات، يتسيد على المدن، يتسيد على الآباء، على الكهنة، على كل الناس اللي موجودين بسوريا، حتى يعرفوا أنه وحده هو فعلا المخلص. ومنشكر الرب أنه بسبب صلواتكم، بسبب صلوات السوريين وصلوات الكنيسة في العالم، أنه الرب سمع على صلواتكم والأمور استقرت في البلد، وهيدا إلهنا العظيم عم نعلن مجده من أول وجديد، عم نسبحه وعم نمجده. ولازم يا سيس، يعني صار الوقت اللي الناس لازم تعرف إنه هيدا الإله هو الإله الحقيقي وحده، هيدا هو الإله اللي إيده سقطت من أجلهم، هيدا الإله الوحيد اللي بيقدر يخلص الناس من الشرور ومن الخطايا ويعيش الناس بسلام وبالأخير يعطيها الأبدية. فهذا نحن هدفنا ومعنا أي هدف ثاني، فمحتاجين صلواتكم إنه الرب يفتح القلوب لحتى فعلا الرب يسكب من روحه على هيدا القلوب وتشع بنوره لحتى تعرف الحقيقة. سوري، تفضلي أخت ميسا. تفضل. لا، كنت عاوز أقول شيء. تفضلي. تفضل. كنت عاوز أقول شيء لمسني جدا من خلال الاحتفال الماضي، كلمات طبعا. سيادة المطران إيليا، ولما تكلم نعم. عن الرب يسوع سأل هذا السؤال، نعم. الرب يسوع شو بده منا؟ وعدت أفكر في هذا السؤال، نعم. شو الله بيطلب منا؟ إيش إحنا ممكن نعطي للرب يسوع؟ يعني حتى بتذكر في الكتاب المقدس، يعني حتى لو أعطينا القلب مكتوب عنه هو أخدع من كل شيء وهو نجيس.
فالشيء اللي لمسني انه قال يسوع المسيح طلب بس شيء واحد، طلب خطايانا، لانه جاء حتى يبررنا ويغسلنا من خطايانا. فعلا عدت اتامل بهذه الكلمات من المطران انه فعلا الرب يسوع شو بده من الانسان؟ ما هو مش عاوز شيء من الانسان، وبالعكس حتى اتعبناه بخطايانا، فبس كل اللي بيطلبه انه نعطيه خطايانا وهو بيعطينا الحريه والتبرير والشفاء ايضا. امين 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 يا أسيس، الله يباركك، ونحن منتظرينك كمان انك تكون موجود وتباركنا بصلواتك وتباركنا بكلمتك الحلوه اللي هي من الرب لك ولنا. بس حابه كمان خبرك خبر حلو، انه بتتذكر يا أسيس انت زرت بلودان بزمانك ما هيك؟ نعم. تذكر بلودان اللي هي قريبة من منطقة الزبداني، الزبداني نعم. كمان مدينة منكوبة دمرت صح منكوبة. تذكر تمام. هلا أنا عند بيت الأسيس فؤاد المصري بيسلموا عليك، يعني عم يأشروا لي مشان إنه بيسلموا عليك، وبحب أقول لك إنه المدينة رجعت الحياة لإلها، يعني المرة الجاية إن شاء الله بس تجي حتزورة وحتشوف إنه الحياة فعلا رجعت لإلها. واليوم كنا عم نحكي إنه الرب خلى هالبلد فعلا قائمة، يعني موجودة بسبب صلوات المؤمنين. يعني ما ننسى انه كيف حاولوا جهدهم انه يدخلوا المدينه يحتلوها يدمروها، لكن كل الليل كانت الكنيسه ساجده بركبها وفعلا تراجعوا. ونحن بنعرف انه اليوم الحياه رجعت لهالمنطقه، رجعت لمنطقه بلودان لمنطقه الزبداني فعلا المدمره، وبلشت الناس ترجع على بيوتها ترمي من بيوتها. وبنشكر الرب انه المدينه بلشت تعيش الحياة وتتنفس روح الحياة، وبلشت كمان الخدمات كثير نشكر الرب واسعة فيها، خدمات الترنيم خدمات الصلوات موجودة بوضوح بهيدا المنطقة. اليوم دخلنا أول ما دخلنا مختلفة تماما علينا وشفنا روح الحياة فيها، هيدا طبعا كلها بسبب صلوات المؤمنين وصلواتكم أسيس. يعني راح مرة ثانية أسيس فؤاد عم يقول لي بحب أنك دورنا مرة ثانية إن شاء الله، مشان كمان نعمل نهضة بهيدا المنطقة حتى الرب كمان يتمجد أكثر وأكثر بهيدا المنطقة. أكيد باسم الرب يسوع. يعني الكهرباء رجعت، مش راح ننام على العتمة، وراح نستخدم الواي فاي والتلفونات وال يعني على كل. أنا قاعدة هلا في كهرباء. طيب نشكر الرب. قاعدة هلا ببلودان وفي كهرباء. لأنه بتتذكر لما رحنا على منطقة الأكراد كنا نستخدم التلفون يعني كضوء حتى صحيح. نقرأ من كلمة الله، وإذا بتطلع على الصورة هاي بتذكرنا كنا على حدود تركيا وكان تركيا. في نعم. أيوة كان في ضرب إذا بتتذكري يعني حتى يمنعونا نتقدم أكثر، بس كنا نصلي على الحدود هناك، ومجموعة حلوة من الكنيسة عم بتجيب لي ذكريات حلوة. على فكرة من وراء هذه المنطقة بعتقد جبال طورس اللي هي بتبتدي بشمال سوريا أو عند تركيا اللي بتصل إلى أقصى صحيح. الجنوب إلى بحيرات فيكتوريا في عند شلالات فيكتوريا في أثيوبيا. طبعا صورة حلوة اتصلوا هي على حدود تركيا، اتصلوا في اليوم صدقني من منطقة المالكية وقالوا لي يا ريت الأسيس نزار والأخ زياد يجوا لعنا كمان حتى نعمل خدمة ونهضة حلوة بهالمنطقة، لأنه كمان نشكر رب أنه الحياة رجعت لإلها. وأنا وعدتهم أنه إن شاء الله نتفق المرة الجاي أنه نعمل حفل ترنيم وتسبيح كمان بهيدا المنطقة وتتقدم رسالة الرب بمنطقة المالكية ومنطقة الجزيرة السورية. آمين آمين. أخت ميسا، عاوز أقول شيء مهم للمشاهدين، يعني سوريا ستبقى لمجيء المسيح ثانية، مع أنه هذا الحرب مش شيء جديد من أول التاريخ، وسوريا واجهت كل أنواع الحروب. بحب أذكر المشاهدين أنه سوريا هي تعتبر واحدة من أولى الحضارات في التاريخ، وطبعا إذا رحنا للعهد القديم منشوف ذكر سوريا وممالك عديدة فاتت ودخلت وطلعت، يعني مذكورة جدا في العهد القديم. لكن إذا رحنا للعهد الجديد في ميلاد المسيح بيتكلم إذ كان كيرينيوس والي سوريا، يعني كانت سوريا ولاية
في أيام الإمبراطورية الرومانية في أيام ميلاد يسوع المسيح. ولما بطرس أعطى يعني أجمل كلام عندما سأل المسيح من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان، قال بطرس أنت هو المسيح ابن الله الحي. وطبعا هذا الإعلانات وإعلانات أخرى اللي هي في قيصرية فيلبس على الحدود بين الأراضي المقدسة وسوريا، كانت طبعا في منطقة سوريا. وطبعا في ذكر كتير، لكن بس عاوز أقول واحد من الأبطال يمكن مش مذكورين جدا أمام العملاق بولس الرسول، اللي هو حنانية اللي كان من دمشق، الله استخدمه حتى يكون وسيلة خلاص ووسيلة شفاء ووسيلة رسالة لشاول الطرسوسي. لما الرب بقول له أيها الأخ شاول أرسلني الرب لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس، فعلا وضع عليه الإيدين ونزلت القشور عن عينين شاول الطرسوسي وامتلأ من الروح القدس وابتدأ يخدم في دمشق. فكانت الإرسالية كأنه تحولت جزئيا من أورشليم من القدس إلى منطقة دمشق، لكن الذكر الأكبر أنه سوريا أصبحت مركز الإرساليات المسيحية. يعني من أنطاكيا سوريا لما صلت الكنيسة في أعمال الرسل إصحاح 13 وصلوا وصاموا، وبعدين الروح القدس قال أفرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتما إليه، وضعوا الأيدي وأطلقوهم، وابتدأت ما نسميها رحلات بولس التبشيرية، على الأقل 3 أو 4 رحلات تبشيرية إذا نعتبر وصوله لروما كمان كانت رحلة تبشيرية. من أنطاكيا سوريا وصل لآسيا الصغرى، في الرحلة التبشيرية الثانية وصل لأوروبا، والرحلة الثالثة كانت في آسيا في منطقة أفسوس، وهكذا انتشر الإنجيل إلى كل العالم القديم. وهذا إحنا ككنيسة مسيحية مديونين لسوريا إنه كانت المركز المرسلي وكانت مركز الإرساليات اللي بعتت المرسلين إلى كل أنحاء العالم القديم اللي كانت آسيا أوروبا وأفريقيا، اللي وصلت منها الرسالة إلى كل أنحاء العالم. احنا عملنا برامج مع بعض أخت ميسة إذا بتتذكر على هذه المواقع الكتابية. صحيح صحيح، أول زيارة لحضرتك لسوريا رحنا على الشارع المستقيم، ورحنا على بيت حنانيا، ورحنا على بيت يهوذا اللي استقبل شاول ببيته. نعم. ويعني تقريبا زرنا كل الأماكن في منطقة دمشق القديمة اللي بولس الرسول راح عليها، وكان وقتها صعب إنه نطلع على مكان الرؤية، مكان اللي ظهر فيه الرب يسوع لشاول. لكن هلا نشكر رب انه الطريق صار سالك والامور صارت بخير وبسلام، وناطرينك السيسه تجي الجايه الثانيه لحتى نروح على مكان الرؤيا، وكمان نصلي هنيك وحضرتك تقدم لنا كونك مختص في التعريف المسيحي بالمواقع المسيحيه، تحكي لنا من هيدا الموقع كيف الرب ظهر لشاول الطرسوسي وكيف حوله من هيدا المضطهد، وخليني اسميها بين قوسين الإرهابي، حوله إلى قديس إلى رسول. هيدا هو إلهنا اللي بينزع القلب الحجري وبيحوله لقلب لحمي. بتعجبني الآية كمان السيس بالإنجيل بيقول ذاع خبره في جميع سوريا. اليوم حقيقة صلاتنا إنه فعلا صلاتنا إنه خبر يسوع تسمعه كل الآذان السورية وتقبلوا كل القلوب السورية، هيدا هي صلاتنا. ونحن واثقين انه الهنا حيستجيب، ودليل انه استجاب خلال 8 سنوات الحرب بدون ادنى شك، من خلال الشيء اللي حكيته حضرتك قبل شوي عن انه اهمية سوريا مسيحيا بدون ادنى شك امر طبيعي، هذا الشيء بده يغيظ ابليس، خليني اقولها بالعامية يعني. فامر طبيعي هيدا الحروب المستمرة عليها عبر التاريخ بسبب انه الرساله طلعت من هالمنطقه، رسول الامم بولس الرسول طلع من سوريا
وراح برسالة المسيح إلى كل أنحاء العالم. ما زالت الشواهد التاريخية، ما زالت الأوابد التاريخية بسوريا بتحكي قصة المسيحية بهالمنطقة. لكن احنا بنقول انه قد ما كان الشر كبير، قد ما كان الشر فظيع، لكن في عنا إله أكبر، إله انتصر، إله قام من بين الأموات، إله هو اللي حيتسيد على سوريا. واليوم شايفين هيدا الشيء على أرض الواقع. نحن بنشكرك كثير قسيس لأنك كنت من المشجعين لإلنا، من المشجعين في أرض المعركة. كنت معنا بالميدان، ما كنت عم تحكي معنا من بعيد بالريموت كنترول، لكن كنت معنا بجسدك وبروحك وبقلبك وبصلواتك، وشجعتنا. وما ننسى كمان الخدمات اللي قدمتها لكل السوريين بكل المحافظات السورية. نشكر ربنا من أجلك، نسميك نحن بسوريا رجل الله البطل. ربنا يباركك. لا الله يخليك معنا. الله يخليك يا ربنا يباركك. أنا هذا الشيء بحب أقوله لأنه نحن قلبنا فرحان، نفرح أسيس نحن وقت نشوف رجال الله الحقيقيين موجودين معنا على أرض الواقع. هذا الشيء بشجعنا، بشجع السوريين كثير. واليوم نحن عم نشوف النتائج وعم نشوف الثمار على الأرض، هذا أكيد بفرحك وبفرح قلب الرب وبفرحنا. أمين. كمان في شيء بحب أذكره أخت ميسا، إنه لما رحنا لسوريا ما كانش في أي تمييز بين أي مسيحي أو حتى مسلم أو مسيحي. كنا نساعد الجميع على السواء بدون أي استثناء، يعني كانوا أكيد. كلهم أكيد. موضوع محبة الرب. شيء آخر بحب أذكره، يمكن بحبك تعلق عليه شوي، إنه الثيم المغزى اللي اخترناه من أول يوم كنا في بوقت الحرب، سمينا الثيم نور من سوريا. مع إنه الصورة وين ما نروح، يعني بتذكر كنا عم نفطر بمكان إذا بتتذكري، والكاتيوشا القذيفة أجت 15 متر هزت الدنيا وكأنه الحياة عادية ماشي. بس إنه اللي عاوز أقوله إنه كل ما يوحي من حولنا مظلم، يعني مأساة، معاناة، الناس مجرحة، الجثث، الناس المقطعة، الآلام، المخطوفين. لما طبعا شيء بيكسر قلب الأمهات اللي بيطلبوا صلاة من أجل المختطفين. لكن من ناحية تانية أقول طب وين النور في هذا الموضوع؟ لكن مع كل هذا هو نور من سوريا. إذا ممكن تعلق على هذا الموضوع. نعم. سيس رب يسوع وقت اللي قال لتلاميذه، ونحن اليوم تلاميذه نشكر الرب، قال أنتم نور العالم. ما بعتقد النور حيكون ظاهر بالضوء الشمس أو بغرفة شعلة كل أضويتها يعني، لكن النور بيظهر بالظلمة. فاليوم نور من سوريا، نور في وسط الظلمة. يعني إذا بدها تكون الأرض كلها ظلمة أكيد هيدا الشيء ما حيكون صح، لأنه إلهنا موجود وإلهنا هو المتسيد على كل شيء. فنحن اليوم وقت اللي بلشت الحرب، وبلشت الحرب توضح أنه فعلا هي حرب، وبلشنا نشوف النتائج المأساوية لهيدا الحرب، صلينا مثل ما حكيت في بداية البرنامج أنه قلنا له يا رب أنه اليوم دورنا، يعني اليوم دور الكنيسة. إذا كلاتنا بدنا نهاجر، كلاتنا بدنا نسافر، كيف نورك بده يظهر بهالبلد؟ النور ما بيظهر إلا وسط الظلمة. مشان هيك رغم كل شيء كنا عم نشوفه، إن كنا بحمص ولا إن كنا بحلب، عم بحكي عن المناطق اللي إحنا زرناها بوقت الحرب مع بعض، ولا الرقة أو منطقة الشمال، يعني أقصى الشمال منطقة كوبان عين عرب، كلها هي مناطق كانت كتير صعبة. حتى منطقة دمشق يعني مطرح ما كنا عم نفطر بالشارع، كنا قاعدين عم نفطر وبنزلت القذيفة والناس كانت عم تطلع حواليها ومشيت. يعني اليوم يعني ما بقدر أقول غير إنه صلوات المؤمنين هي اللي بتخلي هيدا النور يظهر. مو بس الصلوات، لكن الفعل للمؤمنين، الفعل اللي نحن فعلا لمسناه من خلال الكنيسة في سوريا، من خلال صلوات الكنيسة، من خلال خدمات الكنيسة، من خلال إنه الكنيسة فعلا كانت بالميدان. انت اجيت قسيس وشفت انه عدد كبير، لا الإشاعة اللي طالع انه كثير تهجروا من المسيحيين، طلعت عدد لا بأس فيه من المسيحيين، لكن في عدد كبير بقي بسوريا من المسيحيين.
والكنيسة ما زالت قائمة، والكنيسة تدق أجراسها كل يوم، والخدمات كمان ما زالت مستمرة، وترانيم والتسبيح والصلوات والوعظ كله موجود نشكر الرب. وهي نحن حنعمل مهرجان، ومن يومين كمان كان في حفل ترنيم كتير كبير في حديقة بدمشق. فنحن نشكر الرب إنه فعلا كنا نور وسط ظلمة، وهيدا النور نحن ما بنقدر نكون نور إذا ما كان النور الأعظم اللي هو ربنا واقف معنا وساعدنا وماشي معنا، لأنه هو قال بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. فنحن كنا شايفينه بكل لحظة ماسك بإيدنا عم يحمينا عم يرعانا. وفعلا المواعيد، مواعيد الكتاب ووعود الكتاب المقدس كلياتها اللي كنا عم نقراها قبل الحرب لكن عشناها بشكل فعلي بالحرب ولمسناها بشكل فعلي، كل الوعود في الكتاب المقدس أنا معك لا أهملك لا أتركك إن سقط عن يمينك عن يسارك، كل هيدا يا أسيس نحن بالحرب كنا نقراها قبل الحرب لكن نحن بالحرب عشناها بشكل عملي، وشفنا قديش إيد الرب كانت قوية وقديش كانت عظيمة وقديش كانت قديرة وهي ماشية معنا. فعلا بحب أقول لك شغلة يا أسيس، ما في سوري بالحرب رغم الحرب، ما في سوري جاع، أنا بقولها بالسم المليان وبقولها بكل وقت وبكل مكان كون أنا موجودة فيه. والسبب إن الأشخاص اللي هم نور، نور هي الكنيسة اللي كانت موجودة في سوريا وما زالت موجودة عم تعلن هيدا النور. والكنيسة قامت على كل طوائفها، قامت بدور جبار إنه فعلا تظهر هذا النور في سوريا. بتذكر لما كنا مع بعض في منطقة حلب وبمناطق كانوا بيفتحوا أو بيشقوا أبار وبيطلعوا مي، وكانوا بيروحوا بيوزعوا على الناس اللي ما بيقدروا ينزلوا من العمارات بسبب الدمار في موجودة في الشقق العوي، كانوا بيبعتوا لهم المي وبيهتموا باحتياجاتهم. شيء تاني لمسني أنا إنه كم الشعب شجاع، إنه خلال أشهر يعني بتذكر مثلا شفنا دمار حلب لكن المرة الثانية كنا لما منسوق من هناك عم ببنوا فيها، يعني خلال أشهر أنا كنت أقول هاي البلد منها 20 سنة ولا 30 سنة تتعمر، لكن المفاجأة إنه عم بنطفوا الشوارع وابتدأوا في بناء البيوت ورجعوا يعني بسرعة فائقة جدا. مش بس في داخل سوريا، اللي تركوا سوريا البزنسس المفتوحة، أنا بتذكر كنت في إحدى الضيع القرى في كندا بعيدة عن كل المجتمعات. في السنة اللي فاتت عرفت على عائلة لاجئين، كانوا جاءوا لاجئين إلى كندا، وهي المرة عم بفوت على السوبر ماركت بدي أشتري فشفت لاحظت في شوكولاتة ومكتوب عليها سلام وكذا، فبسأل يعني هناك مين، فقالت للعيلة اللاجئين اللي أجوا من سنة، فصار عندهم مصنع شوكولاتة وحاليا عم بيعملوا ماركتينج تسويق لكل أنحاء كندا، وهذا بعبر عن النجاح. كذلك في تركيا، في مصر، في الأردن، سواء مطاعم سواء أماكن للحلويات أو صناعات، عم نشوف إنه ما استسلموا لليأس في أي مكان راحوا، يعني سخروا المواهب والإمكانيات الموجودة عندهم، وفعلا عم بيعملوا أمور مش يعتاشوا على البلد اللي أجوا لإلها حتى يكونوا هم سبب بركة للبلد اللي هي موجودة فيها، وهذا فعلا شيء بيلمس شفناه بشكل ملحوظ. أخت ميسا أمين أمين يا أسيس، هي أخبار مفرحة. طيب في أي إشي بتحب تضيفيه أخت ميسا يعني في قبل ما ننهي الحلقة؟ بطلب من كل المشاهدين اللي عم يسمعونا عم يشوفونا هلأ فعلا صلوات حتى الرب يكمل معنا بسوريا ويتمجد لتنطلق من أول وجديد من هالبلد اللي انطلقت منا من 2000 سنة الرسالة المسيحية إلى كل العالم. نحن بنسمي سوريا مصنع القديسين من خلال كان حنانيا دمشقي أو بولس الرسول أو يوحنا دمشقي وكل رجال الله اللي على مدى 2000 سنة كانوا موجودين وانطلقوا من هالبلد. بطلب صلوات بلجاجة من أجلنا
من أجل أنه فعلا يعم السلام بقوة بهالبلد، من أجل أنه يتمجد ربنا بهذا البلد والناس فعلا تعرف هذا الإله العظيم. صلوات خاصة كمان بطلبها من المشاهدين ومن حضرتك السيد من أجل المهرجان اللي حيكون بتسعة آب أغسطس في منطقة الوادي بمحافظة حمص، حتى الرب كمان من أول وجديد يرجع يتمجد بهالبلد والناس تعرفه تعرف أنه هيدا هو الإله الحقيقي وحده. بيطلب منك صلاة الآن قبل ما تختم برنامجك من فضلك من أجل الأرامل، من أجل الأطفال الأيتام اللي فقدت أباءها بالحرب، فقدت بيوتها، والنساء اللي فقدت أزواجها. ممكن نرفعهم بكلمة صلاة على الهواء مباشرة الآن من فضلك، حتى الرب يعطيهم سلام، يعطيهم صبر، وفعلا يعرفوا أنه إلهنا حي وإلهنا موجود. من فضلك خلينا نصلي. يا إلهنا الصالح، منشكرك ومنعظم اسمك لأنك أحببتنا محبة أبدية، من أجل ذلك أدمت لنا الرحمة. نشكرك لأنك أرسلت ابنك وحيدك ربنا يسوع المسيح الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا. نشكرك لأنك أرسلت يسوع حتى يموت على الصليب ويقوم من بين الأموات لتبريرنا ويعطينا حياة أبدية. يا رب يسوع، أنا بصلي أنك تلمس بنعمة خلاصك كل نفس، كل احتياج. بصلي يا رب أنك تشفي كل ضعيف وكل مريض. منصلي يا رب من أجل سوريا ومن أجل شعب سوريا، ومنصلي من أجل حكومة سوريا أنك تباركها، ومنصلي يا رب أنه اسمك يرتفع في هذا البلد العظيم. بصلي يا رب من أجل طلبات الصلاة اللي ذكرتها أختي ميساء. بصلي في اسم الرب يسوع المسيح انك تلمس الارامل والايتام وتسدد جميع احتياجاتهم. ويا رب اللي اضطروا بسبب القنابل والصواريخ فقدوا اعضاء من اجسادهم، انك تسدد كل احتياج حتى يبنوا هذه الاعضاء. وبصلي يا رب انك ترد كل مسلوب وتعود عن كل السنين، سنين الحرب وسنين اللي اكلها الجراد، بسنين خير وبركه. وبصلي من اجل كنيستك في سوريا انك تبارك على كنيستك وتكون نور على مناره لجميع الناس. وبصلي يا رب انك تلمس شعب سوريا، وبصلي انه تحل البركه وتبارك على هذا المهرجان وتعطي نعمه خاصه في عينيك اولا، في عينين كل اللي رح يجوا على هذا المهرجان. وبصلي يا رب انك تبارك بغنى. بصلي يا رب ايضا لكل مشاهد انك تثقل على قلبه انه يدعم هذه الخدمه ويكون بركه يا رب، انه نشوف ما في اي احتياج بل كل الناس مباركه. بركه على اخت ميسا وكل الفريق العامل معها هناك، وايدها بالروح القدس واستخدمها لمجد اسمك. بركه على كل مشاهد في اسم الرب يسوع، امين. ربنا يباركك اخت ميسا، شكرا جزيلا لك. ومره تانية بحب اكرر لكل مشاهد يمكن الرب يحط على قلبك انك تدعم هذه الخدمه، فيك تتواصل معنا عن طريق الهاتف، أو فيك تفوت أونلاين على Light for All Nations، نور لجميع الأمم. وإذا بتحب تتبرع عن طريق الأونلاين كمان بكل سرور. تأكد أنه هذه العطايا بتروح في مكانها في الخدمة، أنه اسم يسوع يرتفع ورح تكون سبب بركة للعديد من الناس. أنا على قلبي أنه نحط الإعلان مرة تانية، مهرجان الملك، وباجي بالكلمات الختامية بعد هذا الإعلان. ابقوا معي. لأول مرة في سوريا، مهرجان الملك. هذا المخلص الوحيد الذي يخلصنا من خطايانا، عندما نتقدم إليه ونقول له يا رب بسلمك حياتي، سامحني وأطلب منك أن أكون ابن لك، عندها سأسمع نداء نعم أنت ابني. يا مالك الملوك، يا سيد الأسياد، بنا
نحتفل بفتينا الحي من الأموات. يا مسيحنا يسوع إلهنا حي، لما أجا يسوع المسيح كسر كل الحواجز، ما عادش في تمييز بين ديان وديانة، بين خلفية وخلفية، بين عرق وعرق، بين رجل أو بين امرأة. جاء المسيح لكل البشر. مهرجان الملك وحكاية بلد. جبلنا جبلنا الرب الإله بإيده، جبلنا وبدم ابنه يسوع كل الخلاص جبلنا. يا 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 جبلنا. مهرجان الملك ومفاجآت أخرى. مهرجان الملك. يلا نحيي يسوع الملك ونسقف بإيدينا، نفرح قلوبنا دايما ونسيج حوالينا. كونوا معنا في وادي النصارى الجمعة 9 آب أغسطس الساعة 6 مساء في ملعب الناصرة. الدعوة عامة. أنا بطلب من كل مشاهدينا أنه يرفعونا بالصلاة، بدون صلاة ما في نجاح ولا في قوة، ليس لأي صلاح فينا ولا أي قوة ولا إمكانية، لكن إحنا بنعتمد بالكامل على الرب يسوع المسيح. صلوا من أجل الخدمات، صلوا من أجل خدمة نور لجميع الأمم وبرنامج ليكن نور. صلوا أن الرب يفتح العيون وينير القلوب، معرفة المسيح تملأ كل الأرض. الرب يباركك.